السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعكم بخير. معاكم جهاد محمد صلاح، اخصائيه تخاطب وتنميه مهارات. هنكمل مع اولادنا اسم جديد من اسماء الله الحسنى، اسم الله الدار. اسم الله الدار هو وحده معنى كلمه معنى اسم الله الدار هو وحده المسخر لاسباب الضر بلا بل لتكفير الذنوب او ابتلاء لرفع الدرجات. ربنا سبحانه وتعالى لما بيدينا حاجة احنا شايفينها انها وحشة، هو ده بيديها لنا عشان خاطر نكفر عن ذنوبنا او عشان يرفع درجاتنا اكتر. فان قدر وقدر ضررا فهو المصلحة الكبرى، تمام، لينا احنا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون، تمام، سورة الانبياء الاية 35. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة، مش هيضره أي حاجة وحشة، رواه الترمذي، تمام. وفي قصة هنحكيها عشان نوضح أكتر اسم الله الدار. اليهودي، قصة اليهودي والراعي. قصة اليهودي والراعي: يروى أن أحد اليهود مر على قرية مسلمة وأراد أن يلقي بشبهات على علمائها، تمام، ولكنه قبل بلوغ القرية وجد راعي أغنام مسلما، فقال اليهودي في نفسه: دعني أبدأ بهذا الراعي. قال في نفسه: إيه، أنا هبدأ بالراعي ده الأول الجاهل وأشككه في دينه، عايز يشككه في دينه الإسلام. أظهر اليهودي للراعي أنه مسلم وعابر طريق وجلس بجواره وقال: ألا ترى أنني كمسلمين أننا كمسلمين نجد في حفظ القرآن مشقة شديدة؟ أنت شايف أن احنا كمسلمين زي بعض، هو يهودي أصلا بس عمل نفسه مسلم عشان يشكك الراعي في دينه أو يشكك أي واحد مسلم في دينه. فبيقول له: أنت شايف أن احنا كمسلمين مش مشقة علينا قوي أن احنا نحفظ القرآن؟ دي مشقة شديدة، يعني حاجة متعبة جدا، لأنه يتكون من 30 جزء وفيه آيات كتير جدا متشابهة، فلماذا لا نحذف المتشابه منها؟ ليه المتشابه اللي زي بعضه ما نشيلوش منها؟ لانها بلا فائده، تمام، وانما تكرار للكلام فقط. ده هو بيقول له كده عشان يشككوا في دينه، وبعد الحذف سيسهل علينا حفظه ومراجعته كل هذا الوقت. والراعي يستمع بانصات لليهودي، قاعد ساكت خالص الراعي وبيسمع لليهودي كلامه. فلما فرغ وانتهى قال الراعي لليهودي: كلامك جميل ومقنع. فرح اليهودي الخبيث، تمام، وظن أن الراعي سقط في حباله، ولكن الراعي أكمل بقوله: لكن لدي سؤال، أليس في جسدك أنت أشياء متشابهة مثل يدين وقدمين؟ أنت مش في جسمك حاجات متشابهة زي إيدك زي بعض، الإيد دي زي الإيد دي، ورجليك الاتنين زي بعض، وعندك ودنين زي بعض، وعندك عينين زي بعض، تمام، فلماذا لا نقطع هذه الزيادات المتشابهة ليخف وزنك عشان وزنك يبقى أخف ويستفيد جسمك مما تأكل، ولا يذهب غداءك لأشياء في جسدك متشابهة، كما أنك سترتاح من حمل أشياء متشابهة في جسدك لا فائدة من تكرارها. هنا قام اليهودي فورا وحزم متاعه، يعني خد حاجته وهو مسود الوجه، يعني وجهه مسود اسود كده، وهو يقول: الجمني رد وفكر راعي أغنامهم فكيف برد علماءهم؟ يعني عايز يقول ان الراعي اللي هو كان فاكره انه جاهل ده رده، يعني خضه، او يعني خلاص ما خلاش يعرف يفكر، فما بال بقى العلماء بتوع المسلمين، تمام. دي قصة اليهودي والراعي. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.